انطلقت مبادرة بإيدك تنقذي حياة من أجل رفع وعي الرائدات المجتمعيات في مجال الإسعافات الأولية، وذلك بمقر الهلال الأحمر المصري. بمقر الهلال الأحمر المصري تم إطلاق مبادرة بإيدك تنقذي حياة من أجل رفع وعي الرائدات المجتمعيات في مجال الإسعافات الأولية، والتي تتم بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، وتستهدف تدريب 15,000 رائدة مجتمعية على مهارات تقديم الخدمة الإسعافية الأولية. يطلق الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة بإيدك تنقذي حياة تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية، لتدريب الرائدات الاجتماعيات والتي يعتبرن حجر الزاوية في تحقيق تغيير إيجابي وملموس في الوعي والسلوك المجتمعي، بالإضافة إلى قدرتهن على التأثير في أفراد مجتمعهن بما لديهن من مهارات الاتصال الفعال التي تؤهلهن لكسب ثقة المجتمعات. الفكرة كانت فكرة نابعة من معالي الوزيرة دكتورة مايا المرسي في دمج الجهود الخاصة بالهلال الأحمر المصري مع جهود وزارة التضامن الاجتماعي في الوصول بالتدريب إلى كافة الرائدات الاجتماعيات المنتسبين إلى وزارة التضامن الاجتماعي، واللي عندهم قدرة وصول إلى ما يقرب من 3.7 مليون أسرة بيتعاملوا معاهم بشكل دوري في كافة محافظات الجمهورية. المبادرة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الإسعافات الأولية ومبادئها ومعرفة أساسياتها، إلى جانب كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، وذلك لرفع الوعي حول أهمية الإسعافات الأولية في إنقاذ الأرواح. الهلال الأحمر المصري حريص كل الحرص على أنه يعني يوصل ثقافة الإسعافات الأولية لكل فئات الشعب. يمكن احنا عندنا برنامج متخصص مبني على الارشادات الدوليه والبحوث العلميه، واحنا يمكن هذا البرنامج بيتم تحديثه بصفه دائمه، لان احنا حريصين كل الحرص على ان المواطن في مصر يكون عارف احدث ما توصل العلم في هذا المجال. هي فكره المبادره الوصول لاكبر قدر من عدد من السيدات المدربات على الاسعافات الاوليه في الاماكن النائيه، عشان الأماكن دي ساعات كتير الإسعاف ما بتقدرش توصلها بسهولة، ما فيهاش مستشفيات كتير زي المحافظات الكبيرة، فبالتالي الرائدات هيكونوا سفراء للإسعافات الأولية، نقل ثقافة الإسعافات الأولية لأي حد مصاب. هي بداية الموضوع إنه إحنا لما بننزل كفريق الاستجابة للكوارث بتبقى فيه ممكن سيدات مصابات، بتبقى ممكن ما بتحبش إن حتى لو هي مصابة إنه زميلنا الولد هو اللي يتعامل معاه، فبدأ إن فريق الاستجابة للكوارث يبقى فيه بنات مؤهلين إن هم كواليفايد إن هم يقدروا يسعفوا المصابات. ملف الرائدات المجتمعيات يحظى باهتمام الدولة، خاصة أنها تساهم في رفع الوعي المجتمعي من خلال سهولة التواصل لها مع الأسر المستهدفة اتجاه القضايا المجتمعية. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.